إثر ورود معلومات مؤكدة إلى عناصرنا بفرقة قمع الإجرام بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية ولاد جلال، مفادها قيام شخص بنقل كمية من المؤثرات العقلية على متن مركبة من نوع إيبيزا، أين تم إعداد خطة محكمة مكنت من توقيفه وتفتيش المركبة، أين تم ضبط 27840 كبسولة بريغابالين 300 ميلي جرام. بعد التحقيق مع المشتبه فيه تم توقيف اثنين من شركائه وحجز مبلغ مالي يقدر ب 118 ألف دينار جزائري.